شخصي ما صحة إحساس فيها كنت ملكي ما. هو واحد من أفضل المواهب الشابة واللي بيملك صوت مميز جداً، وعلى الرغم من أنه في بداية مشواره الفني إلا أنه بيحاول يخلق لنفسه لون غنائي خاص بيه بعيد عن شكل الأغاني اللي تعرف بيها فضل شاكر أو اللي هو غناها قبل كده. خلينا نعيش ننسى اللي صار، خلينا نعيش كفي المشوار، خلينا نعيش لو شو ما صار، خلينا نعيش. عبالي اعمل بصمة الناس لما تسمع غنوة تقول دي شبه محمد. ده موضوع صعب مش هين، وكتير من الفنانين عانوا بالموضوع ده، بس ده الهدف عندي. انا عم بحاول اطلع من الاطار اللي غنيته بالفترة القديمة، الدراما والرومانس، بحاول يعني واكب جيلي ويعني المغنى الجديد اللي عم نسمعه بالسوق. لما ده يا ما كان علينا لما، ولما كنا ايدينا تتحط في قيوبنا. انا صار لي فتره عم جهز البومي من حوالي تقريبا 8 ل 9 اغاني اشتغلت عليه بتأني لاختار اغاني بعيده عن اللون اللي كنت غنيه قبل. عندي غنوتين في اللهجه اللبنانيه، وعندي 7 أغاني إن شاء الله تقريباً أو 6 أغاني في اللهجة المصرية. وجود فنان مهم زي فضل شاكر في حياة محمد أكيد كان ليها تأثير كبير في شخصيته الفنية. عمري عدي لكن الأشخاص والأماكن والأيام هي تعلمت منه كتير أمور، بس بالمغنى بالتحديد يعني كنت لما آخر فترة غني يدقق علي يقول لي لا هون كذا، ويعني يديني يعني عرفتي كيف، مش انه ما يتهونش معايا. ده حسن محمد وحسن اداء محمد، وتعلمت الصبر منه. تعلمت حاجات حلوه منه، بس في حاجه اللي هي المزاجيه دي يمكن ما تعلمتهاش بس اخذتها منه. عارفينك مظلوم وجرحى باين فعلي، عارفينك حساس ولا يمكن تجرح في الناس، ده اللي زيك غالي تشام على الله. واضح طبعا يعني ان هو شارب من الفنان فضل شاكر حاجات كتير قوي، بس هو ليه شخصيته، ليه ستايله، ليه كمان الواي اوف ميوزك اللي هو حابب يمشي فيها. الروح موجوده في حته القعده والطريقه مع الناس. وفي الغنى طبعا محمد يعني يختلف شويه طريقه غناه والاسلوب اللي هو عايز، يعني الاتجاه اللي هو واخده في الغنى شويه مختلف عن باباه شويه. حياه محمد شاكر الاسريه ما كانتش سهله في كتير من الاوقات، بس دور امه في حياته ساعده في تخطي كل الازمات. والدتي تحملت كتير، بس كانت دايما يعني بأصعب الأوقات نرجع لها بتلاقيها دايما ببسمة، يعني بتخفف علينا دايما. لعبت دور كبير كمان كمحمد، يعني كانت هي من أكتر الناس اللي مشجعتني لأن شايفتني أنا حابب الفن. طموحات محمد الفنية كبيرة جدا، فبخلاف الغناء بيحلم باحتراف التمثيل والمشاركة في أعمال مهمة ومع كتير من النجوم المميزين. بحب أساتذة طبعا كلهم، أمين كرارة، منى زكي، وبرضو كمان بتجمعني صداقة بالممثل منذر ريحانة، بحبه قوي كمان. طبعا صديق العيلة مش بس شخصي.